أعلن وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ سامح شكري انتهاء مؤتمر COP27، وذلك بالاتفاق على تمويل الدول النامية لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ. أضاف شكري أن COP27 يعد مؤتمرا تنفيذيا، حيث لم يكتفي بقرارات تقليدية وإنما سعى منذ اللحظة الأولى لتكريس أهمية التنفيذ. تم رفض جلسة مؤتمر قمة تغير المناخ والمؤتمر COP27، الحمد لله بنتيجة ناجحة أكدت مرة أخرى اهتمام مصر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، سعيها دائما للعمل على تحقيق التوافق والتفاهم، وقدرتها من خلال مؤسساتها ومن خلال المتابعة الدقيقة والمستمرة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الإعلان عن فوز مصر باستضافة هذا المؤتمر لكل الفعاليات التحضيرية التنظيمية والموضوعية، ودعم سيادته لعمل الأجهزة المصرية المعنية بالنواحي التنظيمية والموضوعية.